أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد ما زال خطيراً جداً في ظل وجوده بغيبوبة مستمرة حتى الآن. وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع المحامين وذوي الأسير من زيارته تحت ذرائع وحجج واهية. وفي سياق متصل يواصل 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم العاشر على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. أما الآن فينضم إلينا مباشرة قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني. مرحبا بك سيدي. إذا تحدثنا عن الوضع الصحي المتردي للأسير ناصر أبو حميد، كيف تتابعون ذلك؟ يعني بقلق كبير، إذ أننا يعني قلقون لأكثر من سبب. أولا طبيعة المرض الذي يعاني منه الأخ ناصر أبو حميد، مرض خطير في موضع خطير في الرئتين، أجريت له عملية معقدة وصعبة. كذلك لمعرفتنا بأن إسرائيل أو سلطات الاحتلال اعتمدت سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، ومن بينهم الأخ ناصر أبو حميد، يعني في المحطة الأخيرة لمرضه. ووفقا لما قاله الأطباء في مستشفى برزلاي بأنه لو حضر إلى المستشفى قبل أيام من الموعد الذي نقل به لكانت قدرة الأطباء على التعامل مع حالته أفضل، بمعنى لكان ممكنا إنقاذ حياته بسهولة وبيسر. لكن التلكؤ في تقديم العلاج في اللحظة الملائمة والمناسبة هو عادة سببا رئيسيا في التدهور الذي يطرأ على صحة الأسرى، وكان آخرهم الأخ ناصر أبو حميد. نعم، تحدث سيد قدورة فارس عن المتابعة لهذه القضية وعن القلق عفوا من هذه القضية وتردي صحة الأسير ناصر أبو حميد بشكل أكبر، لكن في حالات من هذا النوع ليس هناك أي حجج، ليس هناك أي ذرائع حتى من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ماذا تفعلون في هذه الحالة؟ يعني تدار إسرائيل من قبل حكومة يمينية متطرفة سياساتها اتجاه الأسرى سياسة فاشية بالمعنى الدقيق للكلمة. نحن نؤمن بأننا مهما اجتهدنا لن نعيد إنتاج الاحتلال بحيث نحوله إلى احتلال عصري متمدن يحترم القانون الدولي، يحترم الحقوق الأساسية للإنسان، تلك الحقوق التي لا تخضع للقيود، ومنها الحق في الحياة، الحق في تلقي العلاج. نحن لن نعيد إنتاج الاحتلال، لذلك يعني لا توجد لدينا إجابات على كل الأسئلة التي يمكن أن تتبادر لدينا، ولكن نعلم يقينا أننا يجب أن نواصل مسيرة النضال والكفاح والمقاومة لهذا الاحتلال حتى يرحل هو وقوانينه وكل ما ترتب على هذه القوانين والسياسات من جراء. نعم سيد قدورة فارس، هل صحيح أننا نشهد تصعيد ربما في هذه السياسات الإسرائيلية الممنهجة تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والمعتقلات، بالتحديد بعد كل ما حصل هذا العام؟ نعم، يعني إسرائيل منشغلة خلال السنوات الأخيرة، يعني تحديدا بعد أن تم الزج بقضية الأسرى في معمعان، الجدل الصاخب والجدل السياسي بين مختلف الأحزاب في ظل ثلاثة جولات انتخابية. نعم. تم الزج بقضية الأسرى وصارت موضوعا للمزايدة، سواء للأفراد داخل أحزابهم من يريد أن يعزز دوره داخل الحزب أو الأحزاب فيما بينها. لذلك يعني تم تشريع مجموعة من التشريعات التي استهدفت الأسرى بشكل أساسي، وتم أيضا يعني استثناء الأسرى من بعض الحقوق التي تترتب، يعني التي نص عليها القانون الإسرائيلي في إطار يعني ما يمكن وصفه بالعنصرية الصارخة والفاضحة أيضا. يعني مثلا إسرائيل مطالبة بتخفيض العدد الإجمالي للأسرى بحيث تكون المساحات
المخصصة، المساحة المخصصة لكل أسير أوسع. إسرائيل قررت أن تعتمد موضوع شليش أو ثلثي المدة وتطلق سراح الأسرى استثني منه المعتقلون السياسيين. إسرائيل سنت تشريع قريب قبل أيام باستخدام قوات من الجيش لتعمل في إطار مصلحة السجون في السجون التي يقبع بها أسرى فدائيون فلسطينيون. القانون اللي بتعلق في حالة زي حالة الأخ نصر أبو حميد، هناك قانون يسمح بإطلاق سراح مرضى لأسباب طبية ونظرا لكونهم قد وصلوا إلى مرحلة صحية حرجة. أيضا تم بقرار حكومي استثناء المعتقلين السياسيين وتحديدا المتهمين بالقتل أو محاولة القتل من الاستفادة من البند السابع في هذا القانون، وإلا لما تحدثنا أي شيء في الإعلام كنا سننتظر أن يتم إطلاق سراح الأخ نصر أبو حميد كما فعلنا مع حالات في الماضي قبل عدة سنوات. لكن يعني إسرائيل يعني هذا التصعيد سببه الرئيسي أنه زج بقضية الأسرى في الجدل السياسي الإسرائيلي. والآن للأسف الشديد يعني وزير أمن داخلي من حزب العمل سيتولى تطبيق توصيات لجنة شكلها جلعاد أردان من حزب الليكود وهو وزير الأمن الداخلي آنذاك، يعني أي أن حزب العمل صار يمثل أداة لتنفيذ ما لم يستطع تنفيذه الليكود حين كان يحكم في إسرائيل. أشكرك جزيل الشكر السيد قدور فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني.